في قصة البنات اللي جن والسعادة اللي كانت على وجه صاحب هذا المكان لما شاف بناته سعيدات فهو سعد بذلك. حنا البارحة وقبل البارح كنا في حفل سمو الأمير تكريم أيتامنا، اللي حضروا معانا الحفل شافوا فرحة الأيتام، فحنا في جميع العمل في جمعية رفاق عشنا أجمل لحظاتنا من سنوات في هذاك الحفل لما شفنا فرحة أيتامنا بعيونها، فصرنا نعطي الفرحة اللي نشوفها بعيون أيتامنا صرنا نحسها بداخلنا. أنا كأب لما أشوف ولدي ولا بنتي مبسوطة في داخلي مشاعر ما يعرف بها إلا الأب والأم، فحنا قبل البارح عشنا فرحة أكثر من 250 يتيم ويتيمة لما شفنا فرحتهم بالنجاح، فرحتهم بالنسبة العالية اللي حققوها، فرحتهم بالكمال والتكريم اللي جاهم من سمو الأمير. حنا في رفاق نعمل مو عشان أسرتي أنا بالبيت اللي جالسين ينتظروني عشان أصرف عليهم آخر الشهر، إحنا في رفاق نعمل عشان نسعد أكثر من 1400 أسرة في بيتها قاعدين ينتظروننا آخر الشهر نصرف عليهم. فمثل هذه الأوقاف هي اللي تساعدنا أننا نقف على رجلينا ونساعدهم ونمكنهم ونكون فعلا حنا خير سند لها. فالفرحة اللي عشناها تمنيت أنها تصل لكل الناس على مستوى العالم مو بس السعودية. أيتامنا هم طالعين اللمعة اللي بعيونهم من الفرحة ملت مشاعرنا، حسينا فعلا أن حنا قدمنا إنجاز، ولكن هذا واحد من آلاف الإنجازات اللي حنا نطمح له وبإذن الله لن نصل له إلا بتوفيق الله سبحانه وتعالى ثم دعمكم ودعم الخيرين أمثالكم. الله يجزاك خير. عليك بوقف اليتامى فخير به يبعث الروح يعلي البناء.